الحمد لله على ثلاث نقاط اليوم. كما تعرف الجميع انني يلا جايين من واحد الخسران ولاعبين امام واحد الخصم اللي محترم والنهضه البركانيه. اليوم كان لازم ما تكون عندنا واحد رده الفعل. كنا عارفين ان الماتش الفايت الجماهير ديالنا كانت مقلقه بحكم انهم تيشوفوا اننا نقربوا تيشوفون اننا نقربوا للسبور الترتيب وتيشوفوا اننا نقدروا ان شاء الله ناخذوا البطوله هذه السنه. هذه مقابله ما كانت سهله. الحمد لله الهدف ديالنا الكبير كان اليوم هو ثلاث نقاط. كما تنعرفوا الجماهير كاين اللي تيسمح في خدمته كاين اللي تيكون عنده ستريس كاين اللي تيكون سامح بزاف ديال الحوايج واللي تتفاجئ عليه هي الوداد بثلاث نقاط تتخلي انه يدوز واحد لاصومين ديالو مزيانه. الحمد لله على الثلاث نقاط. تنتمنى ان شاء الله يا ربي تكون هذه هي الانطلاقه ديالنا ونحاولوا نسوا هذا الماتش هذا ان شاء الله ونتكونسنتروا على الماتش ديال عصبه الابطال. ومن طبيعة الحال بعدا تتعطيك حتى واحد المورال وواحد النفسية أنك تريني في واحد الجو اللي مزيان تتخلي اللاعبين تيجيو عندهم مورال. هاد ثلاث نقاط بالنسبة لنا مهمة غنحاولوا نساوها اليوم والتركيز ديالنا الكبير إن شاء الله يكون على عصبة الأبطال. فريق الوداد فريق اللي كبير قادر يرجع في أي لحظة وفي أي حاجة. ما ننساوش أن الشكر لهاد الجماهير اللي تتساندنا الصراحة هذا العام هذا على واحد الحب وواحد الاحترام اللي كبير. انتقدونا فوق راسنا وفي الأوقات اللي تنكونوا مزيانين راه هما السند الأول وهما الحب الأول بالنسبة لنا. الحمد لله اليوم استطعنا اننا نفرحوهم نعطيهم الثلاث نقاط ونتمنى تكون العلاقه ديالنا ان شاء الله. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.